الحمد لله كان إيفنت كثير ممتاز وناجح، استفدنا منه كثير بالنسبة للتطوير اللي موجود بالنسبة لإطارات جودير والأشياء الجديدة اللي طوروها بالنسبة للتوفير وبالنسبة للتماسك وبالنسبة لتخفيف الحرارة الموجودة في الإطارات. تعرفنا على الناس اللي بيشتغلوا بجودير ككل، تعرفنا على ناس جديد وعلى ثقافات جديدة. الإيفنت جدا راقي ومرتب، والمحتوى الموجود ما عليه كلام صراحة.